السلام عليكم ورحمة الله. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، هنتكلم بالفيديو ده عن درسنا الثالث من الوحدة الأولى، المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. ربنا وهب للوطن العربي مناخ متنوع. عندنا في الوطن العربي أكثر من إقليم مناخي، يختلف المناخ من مكان لآخر، وده بيأثر على النبات الطبيعي. يبقى المناخ المتنوع هيؤدي إلى تنوع النبات الطبيعي. بس لو سألنا سؤال، بما تفسر يختلف المناخ من مكان لآخر في الوطن العربي؟ إيه هي أسباب اختلاف المناخ في الوطن العربي من مكان لآخر؟ في عدة عوامل تؤثر في المناخ. أول حاجة هي الموقع بالنسبة لدوائر العرض. احنا اتكلمنا عن دوائر العرض السنة اللي فاتت، وقلنا ان هي دوائر وهمية بترسم على الخرائط ونماذج الكرة الارضية علشان تسهل دراستها، ومن اهميتها برضو انها بتحدد الاقاليم المناخية. طيب تعال نشوف مع بعض الموقع الفلكي للوطن العربي وازاي دوائر العرض دي بتأثر فيه. الوطن العربي بيقع ما بين دائرتي عرض من 2 جنوبا وحتى 37 درجة شمالا، يعني خط الاستواء هنلاقيه بيمر في جنوب الوطن العربي. زي ما احنا عارفين، كل ما نقترب من خط الاستواء بتزداد درجة الحرارة، وكل ما بنبعد عن خط الاستواء شمالا أو جنوبا هتقل درجة الحرارة. عشان كده هنلاقي إن جنوب الوطن العربي فيه درجات حرارة بتكون أعلى من المناطق الشمالية، لأن خط الاستواء بيمر فيه الجنوب. السبب في ده هو إن أشعة الشمس بتكون طبعا عمودية على خط الاستواء ومائلة كلما اقتربنا من القطبين. ده بالنسبة للموقع الفلكي للوطن العربي. يبقى القرب أو البعد عن خط الاستواء بيأثر في درجات الحرارة. تاني عامل من العوامل اللي بتأثر في المناخ هي القرب أو البعد عن المسطحات المائية. المسطحات المائية بتعمل على تلطيف درجة حرارة المناطق القريبة منها، يعني المناطق اللي بتطل على بحر أو محيط أو مسطح مائي هنلاقيها درجة حرارتها بتعمل على تلطيف درجة الحرارة في فصل الصيف والدفء شتاء. أما المناطق البعيدة عن المسطحات المائية زي المناطق الصحراوية اللي بنسميها المناطق الداخلية أو القارية، يسودها مناخ قاري، فدي بتكون شديدة الحرارة صيفا خاصة بالنهار، وشديدة البرودة شتاء خاصة في الليل. يبقى القرب أو البعد عن المسطحات المائية بيؤثر في درجة الحرارة. تالت حاجة التضاريس. ولما نتكلم عن التضاريس هناخدها من اتجاهين. أول حاجة الارتفاع، يعني كل لما بنرتفع عن مستوى سطح البحر 150 درجة بتقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. علشان كده بنلاقي ان الجبال يغطيها الجليد زي جبال لبنان مثلا، تمام؟ وكمان عندي جبال ممكن تكون موجودة في مناطق حارة زي جبل كينيا بيقع في منطقة مدارية حارة، لكن بنلاقي ان قمته يغطيها الجليد. كذلك اتجاه الكتل الجبلية تؤثر في توزيع كمية المطر اللي هو عنصر من عناصر المناخ. الجبال المواجهة للبحار بنلاقي الجانب المواجه للمسطح المائي أو للبحر أخضر مطرا من الجانب الداخلي، وده لأن الجانب المواجه للمسطح المائي بيتعرض لرياح محملة ببخار الماء قادمة من ناحية البحر أو المسطح المائي ده، وعندما تصطدم بالجبال بيرتفع البخار أو الرياح المحملة ببخار الماء إلى أعلى، يتكاثف ما بها من بخار ماء ويسقط على هيئة أمطار غزيرة. أما الجانب الآخر فبيسوده الجفاف ويسمى بظل المطر. عندي مثال لده جبال أطلس. طبعا جبال أطلس بتتعرض لرياح محملة بخار ماء، فالجانب المواجه للبحر بيكون أخضر مطرا من الجانب الآخر. يبقى هنلاقي عندنا إن المناخ في الوطن العربي يتميز بتنوعه، وده نتيجة للعوامل اللي احنا قلناها زي القرب من خط الاستواء اللي هو بنسميه الموقع الفلكي، والتضاريس، وموقع المكان
بالنسبة للمسطحات المائية. يبقى دي الثلاث عوامل دول بيأثروا في المناخ في الوطن العربي. هنقسم المناخ في الوطن العربي لثلاث أقاليم: إقليم البحر المتوسط اللي هو باللون الأحمر على الخريطة، والإقليم الصحراوي اللي باللون الأصفر، والإقليم المداري ده اللي باللون الأخضر. يبقى عندي في الوطن العربي ثلاث أقاليم مناخية. أول إقليم فيهم هو إقليم البحر المتوسط. أين يقع إقليم البحر المتوسط؟ اللون الأحمر ده موجود فين بالنسبة للوطن العربي؟ في الشمال. يبقى يقع إقليم البحر المتوسط شمال الوطن العربي، أو ممكن نقول في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط. يبقى إقليم البحر المتوسط يقع في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على البحر المتوسط. من الدول اللي بينتمي ليها إقليم البحر المتوسط أو هي بتنتمي ليه مصر، ليبيا، والمغرب، ولبنان. يبقى تاني، إقليم البحر المتوسط بيقع في الشمال، طب الشمال عندي إيه؟ مصر، ليبيا، المغرب، ولبنان. بالنسبة للخصائص المناخية للإقليم البحر المتوسط، هنلاقي إن إقليم البحر المتوسط يتميز بارتفاع درجات الحرارة صيفا. يبقى إقليم البحر المتوسط يتميز بإيه؟ ارتفاع درجات الحرارة صيفا. أما في الشتاء فيتميز باعتدال درجة الحرارة وسقوط الأمطار. يبقى هو جاف حار صيفا، معتدل ممطر شتاء. أما النبات الطبيعي بقى، وطبعا النبات الطبيعي ده بيتأثر بكمية المطر ودرجات الحرارة، هنلاقي إن ينمو في إقليم البحر المتوسط غابات معتدلة فوق المنحدرات الجبلية غزيرة الأمطار. يبقى نتيجة لسقوط الأمطار في إقليم البحر المتوسط شتاء بتنمو الغابات المعتدلة زي جبال أطلس وزي مرتفعات الشام والعراق وبنلاقي إن من أهم أشجار الغابات المعتدلة البلوط الفليني والصنوبر وشجر الأرز. شجر الأرز مهم جدا، عشان كده لبنان اتخذته شعارا لها. تمام، يبقى اتخذت لبنان من شجر الأرز شعارا لها. كمان بتنمو في إقليم البحر المتوسط حشائش معتدلة اللي بتسمى الاستبس، وهي تنمو بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، يعني في جنوب إقليم البحر المتوسط كده والإقليم الصحراوي. حشائش الاستبس تزدهر شتاء وتجف صيفا، وده بسبب سقوط الأمطار شتاء والجفاف صيفا. كمان بتربى عليها الأغنام والماعز. يبقى من الحيوانات اللي بتربى في حشائش الاستبس الأغنام والإيه؟ ماعز. تاني إقليم عندنا هو الإقليم الصحراوي. الإقليم الصحراوي هو أكبر الأقاليم المناخية مساحة في الوطن العربي. هنلاقي إن الإقليم الصحراوي بيمثل 80% من مساحة الوطن العربي. مساحة كبيرة جدا، زي ما أنت شايفه باللون الأصفر كده، هو بيشغل مساحة كبيرة من الوطن العربي. تمام؟ بيقع بين إقليم البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوب معظم دول الوطن العربي. زي ما انت شايف كده، هو ما بين اللون الأحمر اللي في الشمال واللون الأخضر اللي في الجنوب بيقع الإقليم الصحراوي. من الخصائص المناخية للإقليم الصحراوي هنلاقي إن في فصل الصيف مناخ قاري شديد الحرارة خاصة بالنهار. طب في الشتاء هنلاقي شديد البرودة خاصة بالليل. يبقى الإقليم الصحراوي ده بيسود المناخ القاري شديد الحرارة صيفا خاصة بالنهار، شديد البرودة شتاء خاصة في الليل. أما بالنسبة للنبات الطبيعي اللي بينمو في الإقليم الصحراوي، فهنلاقي إن النبات الطبيعي في الإقليم الصحراوي بيختلف على حسب كمية المطر.
لو كانت كمية الأمطار قليلة بتنمو حشائش قصيرة، يبقى تنمو الحشائش القصيرة في مناطق قليلة المطر، أما المناطق اللي بيندر فيها سقوط الأمطار فبتنمو نباتات شوكية زي الصبار، نباتات تتحمل الجفاف. وإحنا زي ما إحنا عارفين إن الإقليم الصحراوي ده بيكون نادر المطر أو الأمطار فيه قليلة جدا. أما بالنسبة للحيوانات اللي بتعيش في الإقليم ده زي الزواحف وزي الإبل والغزلان. أما بالنسبة للإقليم الثالث في الوطن العربي فهو الإقليم المداري، وده بيقع جنوب الوطن العربي زي ما احنا شايفين على الخريطة اللي هو باللون الأخضر. اللي يقع في معظم جمهورية السودان وجنوب موريتانيا ووسط الصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يبقى هو بيقع في جنوب الوطن العربي في معظم السودان وجنوب موريتانيا ووسط الصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. بالنسبة للخصائص المناخية للإقليم المداري فهنلاقي إن هو بيتميز بارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار صيفا، أما الشتاء فبتنخفض درجة الحرارة ويسود الجفاف. يبقى هنلاقي إن موسم سقوط المطر في الإقليم المداري هو فصل الصيف، لذلك هنلاقي إن بتنمو فيه غابات مدارية. الغابات المدارية دي تشبه الغابات الاستوائية ولكن تكثر بها أشجار الصمت، أو هي أشجارها يعني أقل كثافة من الغابات الاستوائية. لها أهمية اقتصادية كبيرة لأشجار الصمت تحديدا، يستخرج منها الصمغ العربي. يبقى بتنمو بيه أشجار الصمت اللي بيستخرج منها الصمغ العربي، لذلك لها أهمية اقتصادية. كذلك بتنمو فيه حشائش الحارة أو اللي تسمى السافانا. تتميز هذه الحشائش أنها تتدرج في الطول من الجنوب إلى الشمال على حسب كمية الأمطار. طبعا كمية الأمطار بتزداد كلما اتجهنا جنوبا أو كلما اقتربنا من خط الاستواء. لما بنبعد عن خط الاستواء بتقل كمية الأمطار، فبالتالي حشائش السافانا دي بتقل في الطول. حشائش السافانا بتعتبر حديقة حيوان طبيعية. ليه بتعتبر حديقة حيوان طبيعية؟ زي ما احنا عارفين حديقة الحيوان هيكون فيها ايه؟ حيوانات كتير، سواء بقى اسود، نمور، غزلان، زرافة، فيل. طبعا من الحيوانات دي ما هو اكل اللحوم وما هو اكل العشب. هنلاقي ان عندنا الزراف والافيال دول من اكل العشب، اما الاسود والنمور من اكل اللحوم.